لحظات الأخيرة فتحت البوابات إذن وبدأت مهور ومهورات عمر السنتين بالمنافسة في هذا الشوط. مشاهدين الكرام على مسافة 1200 متر الانطلاقة ما شاء الله تبارك الله مثل البرق في المركز الأول. المركز الثاني مشاهدين الكرام شنب من الخارج يتقدم للمركز الثاني. وشاهد أيضا محاولات من الهامور في المركز الثالث للتقدم مشاهدين الكرام. وهناك أيضا محاولات كذلك من أسد المنجز في المركز الثالث فيما المقدمة في هذه الأثناء تحديدا مع مثل البرق من نسل جولد كامب هو صاحب المركز الأول. المركز الثاني شنب من نسل موفق صاحب المركز الثاني. محاولات من بقية الأسماء المشاركة في هذا الشوط، محاولات من أسد المنجز بالتقدم، محاولات كذلك من بقية الأسماء المشاركة في هذا الشوط. والتقدم يأتي من بقية الجياد. العدابي يحاول التقدم من الخارج إذن، والتقدم في هذه الأثناء مشاهدين الكرام مثل البرق صاحب المركز الثاني. والاحتياطي شنب يتقدم بكل قوة ما شاء الله تبارك الله، هو صاحب المركز الأول الآن ينهي هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله. ابن موفق مستوى ونتيجة ما شاء الله تبارك الله.